لا يا شباب الوفا والطيب والشما ابن الاصايل وخلوا قبضه ربا وتار الوعد في جار تزعه مباسمة وسهل لك من جنوبي هبذ على على بركة الله مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء تعلن انطلاقة شوطنا العاشر خاص بالإبكار الإذاعي المهجنات العصايل مقدمة هذا الشوط والمركز الأول رمز لسالم بن أحمد بن محمد الشحي على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني هناك تتواجد انتباه لسيد عايض بن مترك بن حميان الدوسري على المركز الثاني، بينما المركز الثالث هناك القادمة مزون محمد بن سهيل بن عويضان العامري، والمركز الرابع رابع المراكز شعارك بن خلف مع سمرقند علي بن سالم بن خلف الكعبي، والمركز الخامس خامس المراكز هناك الحضور من قبل أيضا الشايبة سيد سهيل بن غانم بن حميد النعيمي على المركز الخامس، والمركز السادس تتواجد بأسرار سالم بن حمد بن قضيب الكعبي على المركز السادس. هكذا الست المراكز الأولى في تحدي هذا الشوط.
نعود إلى مقدمة الشوط ونعود إلى المركز الأول. رمز من تقود البداية، رمز على المركز الأول على صدارة هذا الشوط للسيد أحمد بن سالم أو سالم بن أحمد بن محمد الشحي على المركز الأول. المركز الثاني، ثاني المراكز أسرار، سالم بن حمد بن قضيب يتواجد على المركز الثاني. المركز الثالث تتواجد انتباه عايض بن مترك بن حميان الدوسري تتواجد على المركز الثالث. وصلت في هذه اللحظة، ومرحبا بك يا أبو حمد وشعار أبو حمد مع الشهنية محمد بن سهيل بن عويضان العامري يتواجد رحم غدي، يتواجد رحم غدي على المركز الثالث. بينما المركز الرابع هناك ايضا تتواجد انتباه لسيد عايض بن مترك بن حميان الدوسري. بينما القدوم وصلت في هذه اللحظة وجنا لسعادة محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي يقدم لنا وجنا الحاضرة على المركز الخامس. المركز السادس هناك تتواجد سيوف محمد بن عتيق او عبد الله بن محمد بن عتيق بن زيتون يقدم لنا حضوري ايضا، وتواجد سيوف هناك ايضا الحاضرة والقادمة. مشاهدينا الكرام، مكارم لسعادة محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي. هكذا التحدي، هكذا الإثارة، هكذا المنافسة. نعود الى البداية، نعود الى المركز الاول، الى الحضور الاول، إلى المقدمة، إلى الصدارة. الله يا أسرار، بدأت تبيح بالسر، بدأت تبوح بالسر على المركز الأول بأسرار هذا الشعار، بأسرار هذا المخزون. أنا مع المقدمة، مخزون يا أسرار وابن قضيب على المركز الأول يقدم حضوره، يقدم تواجده، يقدم لنا أسرار، أسرار المتواجدة. السر القامض، السر القامض معك يا بن قضيب على مقدمة الشوط. المركز الثاني، ثاني المراكز سيوف المجازف، المجازف يقدم لنا سيوف عبد الله بن محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يقدم لنا هذا الحضور. وجنة بن مرخان اللي قدمت، اللي وصلت، ومكارم، مكارم 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 بن مرخان. وشوف بن مرانة وصل، وأيضا باحث عن مكانه، باحث عن مكان أبو سالم. هنا يقدم لنا حضوري وتواجد بغداد، بغداد ولكن الشهنية، الشهنية ملتقى الفطاحلة، ملتقى الكبار، ملتقى النجوم، ملتقى العمالقة بن عويضان بن زيتون بن مرانة بن مرخان بن قضيب. يا له من شوط، يا له من شوط. اللحظات الأخيرة، اللحظات الحاسمة، اللحظات الحاسمة. معك يا أبو حمد، معك يا أبو حمد، معك يا بن عويضان. يقدم الشهنية راعم غذي، راعم غذي يغذي الميدان، يغذي الميدان بهذا الحضور وبهذا التواجد. الكينج أبو حمد، يا سلام. شوف المركز الثاني، بن زيتون محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. وصل 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 بن مرخان، بن مرخان مكارم. وصل الدوسري ولكن الشهنية. الشوط الذي يحمل ايضا القوة، المنافسة، قوة المنافسة. ملتقى الفطاحلة، ملتقى الكبار. بن عويضان يتقلب، بن عويضان يصمد، بن عويضان على الصدارة. شكرا 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 يا بن دحروي، تهانينا والناموس لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري ابو حمد على فوز الشهنية بالمركز الاول. المركز الثاني لسيد محمد بن سلطان بن مرخان. المركز الثالث وصلت فيه مشاهدينا الكرام سيوف محمد العتيق بن زيتون. والمركز الرابع هناك حضرت فيه مشاهدينا الكرام اللي هي انتباه عايض بن مترك بن حميان الدوسري. والمركز الخامس حضرت اللي هي نسايم محمد بن سلطان بن مرخان. المركز السادس بغداد ما اذا لسيد مكتوم بن سعيد بن مرانة. التوقيت مشاهدينا الكرام لتسجل 10 دقائق 3 ثواني. تهانينا والناموس لمحمد بن حائز، محمد بن سهيل بن عويضان العامري على هذا الفوز والانتصار.